وهو متعلق بأجندة شهر أكتوبر. كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان اتكلم على أجندة أكتوبر وقال على أن اتجاه لإقامة مباراة ودية أو معسكر إعداد بالنسبة للمرحلة القادمة. المفاجأة أن أجندة أكتوبر بالنسبة للاتحاد الدولي زي ما هي هتكون في ميعادها، لم يتحدد هتكون رسمية أو ودية، لكن بالنسبة للأجندة الإفريقية الاتحاد الإفريقي يتعامل إزاي مع هذا المنطلق أو مع هذا الموضوع؟ موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا سيمي فاينال والفاينال هتقام في الفترة من 3 أكتوبر ل 17 أكتوبر. أنا بتكلم على أجندة أكتوبر، ذهاب نصف النهائي 25 سبتمبر، لكن أنا بتكلم على أجندة أكتوبر. أنت عندك نصف النهائي الإياب 3 أكتوبر و 2 أكتوبر، لكن المباراة النهائية يوم 17 أكتوبر. ده هيكون عامل أزمة شوية للمنتخبات اللي ممكن عندها لعيبة بتلعب في الأندية وفي المنتخب اللي ممكن توصل لنهائي إفريقيا. يعني مثلا لو الأهلي والزمالك نهائي إفريقيا إن شاء الله 17 أكتوبر، هيكون من الصعوبة أو الاستحالة على المنتخب الوطني الأول إن يعمل أجندة في شهر أكتوبر في الفترة المحددة في منتصف شهر أكتوبر، لأن في ارتباط بنهائي دوري أبطال إفريقيا. لذلك هيكون متاح لك فقط داخل قارة إفريقيا إقامة مباراة ودية أو معسكر إعداد، لكن على المستوى الدولي الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظة لسه ما اتخذش قرار هتكون أجندة دولية ودية ولا رسمية، لكن في جميع الأحوال نوفمبر هي اللي هتكون الأجندة الرسمية خلال الفترة القادمة. دي كانت جزئية مهمة جدا نتكلم فيها بخصوص الأجندة اللي هتكون موجودة في شهر أكتوبر وإيه اللي هيحصل بالنسبة للمرحلة الجاية. والناس ما تنساش إن نهاية دوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر، وهو متزامن مع نفس أجندة أكتوبر اللي وضعها الاتحاد الدولي، لكن الاتحاد الإفريقي هيجري بعض التعديلات على هذا الأمر. وما ننساش ونأكد على دور التحكيم المصري الفترة الجاية، ولازم الناس تاخد بالها لأن ده جرس إنذار صعب قوي على التحكيم المصري ما يكونش فيه حكم صاعد تحت 30 سنة مش مدعو للدورات التدريبية وكورسات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نشوف ما كتب